عايزين نتعلم المرة دي مع بعض ازاي نرسم الوصلة. احنا المفروض صممنا الوصلة وعرفنا عدد المسامير في اللور كورد يمين وشمال، وعدد المسامير اللي في الدياجونال، وعدد المسامير اللي في الفيرتيكال. هنرص الوصلة ازاي وهنبدأ رسمها ازاي؟ ده اللي عايزين نشوفه النهاردة مع بعض. اول حاجة لازم ارسم السنتر لاينز بتاعت اللور كورد والدياجونالز والفيرتيكال، ولازم السنتر لاينز دي كلها تتقابل في نقطة واحدة. طيب رسمت السنتر لاينز، ببعد من السنتر لاين لغاية نهاية الانجل مسافة اي. تمام، الاي طبعا دي اللي هي الاكسنتريستي اللي بنجيبها من الجداول. يعني هخش مثلا عندي هنا زاوية 70 في 7، اشوف الاي بتاعتي كام وامشي شمال السنتر لاين او يمينه واجيب الخط الخارجي ده. طبعا جبت الخط، حددت مكان الخط الخارجي اللي هو يبعد عن السنتر لاين مسافه ايه، بمشي التي اللي هي تخانه الانجل، بعد كده بمشي الايه اللي هو العرض بتاع الانجل كلها. طيب تمام. طيب في اللور كورد لو كان الزاويه اليمين مقاسها غير الزاويه الشمال، فبالتالي السنتر لاين ده المفروض لو انا عندي هنا زاويتين 70 في 7 انزل اي بتاعت 70، وهنا انزل اي بتاعت 60. وبالتالي هيبقى الوش بتاع التراس من تحت هيبقى مش على سوى واحد، لا هيبقى الانجل اللي على اليمين على منسوب واللي على الشمال على منسوب تاني. ده لا يفضل ان احنا نعمله، لا ده انا لازم يبقى سطح اللور كورد من تحت واحد، ونفس الكلام سطح الابر كورد من فوق واحد. طيب سطح اللور كورد من تحت لازم يكون واحد، علشان لو حبيت اثبت اي كاميرا او كرين جيردر من تحت، يبقى انا عندي المنسوب او المستوى بتاع اللور كورد من تحت كل واحد. فعشان اعمل كده فانا هنزل من السنتر لاين بقى حاجه اسمها اي افريج، اي الوسط ما بين بتاعت ال70 وبتاعت ال60. يعني امسك الاي بتاعت ال70 اجمعها على الاي بتاعت ال60 واقسمها على الاثنين، يبقى انا احسب الاي افريج. طب نزلت من السنتر لاين حسب اي افريج، اطلع التي اللي هي التخانه، واطلع الاي اللي هي البعد بتاع الليج بتاع الانجل، يبقى انا كده قدرت ارسم الانجل ال70 والانجل ال60. خلي بالك برضو ان انا برسم الفيرتيكال الاول وبعد كده ارسم ايه الدياجونال ميمبرز بتاعتي. طيب قبل ما التو ممبرز دولت يخبطوا في بعض بمسافة من 20 ل 40 ملي متر في الطبيعة، هنقفل او هنحدد نهايات الانجلز اللي موجودة في اللور كورت، ونفس الكلام بالنسبة للفيرتيكال ممبر. قبل ما اوصل للانجل اللي تحت بمسافة 10 ل 20 ملي هوقف الفيرتيكال ممبر بتاعي. طيب بعد ما رسمت الفيرتيكال والتو لور كورد هبتدي ارسم الدياجونال بنفس الفكرة، ابعد عن السنتر لاين يمين او شمال مش فارقه مسافه اي، وبعد كده اخش التخانه، بعد كده اخش العرض بتاع الانجل ككل، وارسم الدياجونال ممبرز. وبرده قبل ما اخبط في الفيرتيكال ممبر او في اللور كورد ايهما اقرب مسافه من 10 الى 20 مللي، يبقى انا كده حددت نهايات الانجل. خلي بالنا ان نهايات الانجل عموديه على الطول بتاع الانجل، محدش يرسم ان الانجل سكيو كده في الاخر او انكلايند عن السطح عن الحدود بتاعت الانجل. قفلت الدياجونالز وحددت الحدود بتاعتها، ابتدي ايه ارص المسامير بقى. تمام، طبعا انا متوقع ان انا هرص المسامير عند ابتدي ارص المسامير على حاجه اسمها الجيج لاين، اللي هو بينصف الطول بتاع الفري ليج بتاع الانجل. تمام، اللي هي المسافه الاي ناقص تي على الاثنين، هو ده الجيج لاين. تمام، حددت الجيج لاين الاول للممبرز المختلفه، بعد كده ابدا امشي الاي اللي هي الايدج ديستانس، وابدا امشي البي اللي هي البيتش ديستانس، وحسب عدد المسامير اللي طالعين معايا في التصميم في اللور كوردز او في الدياجونالز والفيرتيكال. خلي بالنا ان الاي المينيموم بتاعتنا اللي هي 1.5 فاي، بس احنا نشوف احنا في التصميم بتاعنا لما حسبنا الار بيرنج اعتبرنا الاي كام.
احنا اعتبرنا الاي ب 2 فاي وعلى اساسها اخذنا الالفا ب 1.6، يبقى انا لازم التزم ان الايدج ديستنس بتاعتي هي 2 فاي مش 1.5 فاي، تمام؟ والاي ماكسيمم 12 تي مينيمم، والبيتش ديستنس المينيمم 3 فاي والماكسيمم الكلام ده 14 تي مينيمم او 200 ملي. طبعا احنا بنحاول نرص المسامير بتاعتنا على المينيمم ديستنس عشان يطلع ابعاد القصد بليت اصغر ما يمكن. فانا هرص المسامير بتاعتي على البي مينيمم والاي مينيمم، تمام؟ طيب رصيت المسامير في اللور كورد اليمين، بعد كده الشمال، بعد كده الدياجونالز، بعد كده الفيرتيكال. طيب حددت النهايات المسامير، حددت المسافه بين المسمار والنهايه اللي هي الايدج ديستنس، يبقى انا اقدر احدد الشكل بتاع القصد بليت بتاعي. حددت النهايات اللي هي الايدج ديستنس اللي هي حدود القصد بليت، اوصل الخط ده بالخط ده، وبعد كده النهايه دي بالنهايه دي، وهكذا النهايه دي بالنهايه دي، وهكذا النهايه الاخيره. وما انساش اقفل الجزء اللي تحت ده اللي هو الخط بتاع القصد بليت، يبقى هو ده شكل القصد بليت، تمام؟ الشكل طبعا القصد بليت ده ان هو يتصنع صعب جدا ومزعج جدا، علاوه ان لازم القصد بليت ما يكونش فيه زوايا داخليه اكبر من 180 عشان ما يحصلش ستريس كونسنتريشن عند الاماكن دي. فبالتالي لازم اعدل شكل القصد بليت، وعلى اساسه احتمال اعدل التقسيط بتاع المسامير واعاده ترتيبها. على اساس ايه بقى؟ على اساس ان يكون القصد بليت شكله منتظم بقدر الامكان. يعني لو كان القصد بليت ده جزء من مستطيل يبقى كويس جدا في تصنيعه. القصد بليت ده بيتصنع ازاي؟ بيبقى عباره عن عندي لوح كبير بابعاد متر في 8 متر مثلا، وابتدي اقطع منه اجزاء صغيره اللي هي بتشكل القصد بليت. فتقريبا فالقطع بتاعي او التشكيل ده لازم يبقى منتظم بقدر الامكان. عشان ده يحصل يبقى يعني يفضل يكون القصد بليت ده شكله مستطيل، شبه منحرف، باريلوجرام، حاجه شكل اعرف اصنعه واقطعه باسلوب سريع وبسيط. طيب عشان احقق برضو حاجه زي كده، فانا بحاول اخلي القصد بليت ده شكله قريب ان هو يكون شبه منحرف، انه يكون الخط اللي فوق ده موازي للخط اللي تحت. فانا اللي هعمله دلوقتي ان انا هوصل من النقطه دي للنقطه دي خط موازي للخط اللي تحت. لما عملت كده، لما وصلت الخط ده، ده ترتب عليه ان مجموعه المسامير اللي هنا، وممكن المسامير في اي لج من الاثنين دولت، يبقى لازم يتطلب الامر ان انا اعمل لهم اعاده توزيع، تمام؟ يعني انا لما كنت راصص المسامير على المينيمم كان القصد بليت نهايته هنا. طب لا، انا لما وصلت خط موازي اللي تحت والنهايه بتاعت القصد بليت طلعت فوق شويه، فبالتالي الطول ده هعمل اعاده توزيع للمسامير تاني، بحيث يبقى المسافه ما بينهم بيتش والنهايه ايدج وايدج متساويين زي بعض، تمام؟ فبعد ما برسم القصد بليت واعيد تنظيمه بحيث ان هو يبقى شكله منتظم، ممكن اضطر ان انا اعمل اعاده توزيع للمسامير. وبعد كده في الاخر خالص بحط الدايمنشنز على الوصله بتاعتي حسب الايدج والبيتش اللي انا اخدتهم معايا في الاعتبار. طيب ناخد مثال تاني، ده ابر كورد. المره دي اول حاجه برسم السنتر لاينز، وزي ما اتفقنا لازم السنتر لاينز كلها تتقابل في نقطه واحده. بعد كده هو بطلع مسافه اي، بطلع مسافه اي افريج. لو كان الزاويتين اللي في الابر كورد دولت مختلفين يبقى انا لازم اطلع اي افريج، تمام؟ لازم السطح بتاع الابر كورد من فوق يكون واحد، ما يكونش فيه ستيب هنا هوت، علشان لما اجي احط البيرلين بتاعتي فوق ما يبقاش فيه، يبقى السطح عدل او منتظم اعرف احط فيه البيرلين بسهوله، تمام؟ طيب يبقى انا بعد ما رسمت السنتر لاين ومشيت اي ونزلت التخانه ونزلت الليج بتاعت الانجل، ادي كده شكل الممبرز اللور الابر كورد والفيرتيكال اترسم. زي ما اتفقنا برسم الفيرتيكال الاول، بعد كده هخش على رسم ايه؟ الدياجونز. طيب قبل ما الممبرز دي تخبط في بعض بمسافه من 20 ل 40 مللي،
وهكذا ك vertical member مع الكورد مسافة من 10 ل 20 ملي بنهي او بوقف الممبرز بتاعتي، ولازم الخطوط اللي انا بنهي فيها الممبر تبقى عمودية على السطح بتاع الزاوية او على الخط الطولي بتاع الزاوية. بعد كده ببدأ ارسم الدياجونال ممبرز من السنتر لاين، بمشي اي شمال او اي يمين ما تفرقش، وبعد كده اطلع التخانة، بعد كده اطلع الاي بتاعت الانجل كلها، وبرضو قبل ما تخبط الانجل في الابر كورد او الفيرتيكال بمسافة من 10 ل 20 ملي بقفل ايه بقفل الممبرز بتاعتي. طيب رسمت الممبرز وحددت نهايتها، ابتدي ارص المسامير على الجيج لاين. تمام، على حدد الجيج لاين بتاع كل انجل وارص المسامير بتاعتي. طبعا الجيج لاين ده المفروض ما اشوفوش، فانت بترسمه بخط خفيف جدا بحيث ان انا في الوصله في الاخر خالص بعد ما ارسمها خطوط الجيج لاين دي ما اكونش شايفها. ابتدي ارص المسامير على مسافات الادج والبيتش اللي اتفقنا عليها، واتفقنا ان احنا نرص على الاي مينيموم والبي مينيموم، واحدد نهايات الجاست بليت اللي هي على بعد مسافه اي من اخر مسمار. طيب حددت النهايات، ابتدي اوصل وارسم الجاست بليت بتاعي. هلاقي ان الجاست بليت بتاعي برضو شكله مش منتظم، لازم يبقى فيه خطين متوازيين، لازم يبقى الخط اللي هنا موازي للي فوق. فبالتالي ده اللي انا هبدا اعمله، ان انا هشوف ابعد نقطه من الممبر ده او ده او ده واخليها موازيه للي فوق. تقريبا النقطه دي هي ابعد نقطه، فهاخد خط موازي للخط اللي فوق يمر بالنقطه دي. تمام، فبالتالي نهايه الجاست بليت هنا هتبتدي تطلع لبره شويه، ونهايه الجاست بليت هنا هتبتدي تطلع لبره شويه. ده اللي حصل، ان انا بعد ما قعدت تنظيم الجاست بليت والخط نهايات الجاست بليت عند الدياجونال ممبرز بعدت شويه، اضطريت اعمل اعاده توزيع للمسامير تاني بحيث يبقى المسامير مرصوصه بشكل منتظم، مسافه هنا بي وهنا اي على اي وهنا ايدج وايدج والاثنين متساويين لبعض. بعد ما رسمت الانجل والجاست بليت ورصيت المسامير، ابتدي احط الدايمنشن وارسم البيرلين بتاعت اللي هتتحط فوق الابر كورد، وكذلك زاويه الارتكاز بتاعتها، واحدد الخطوط بتاعت الصاج اعلى البيرلين.